لازم يعني تصحيح بس مساره، زي ما تقول شنو يعني إضافة لنقاطه شوية تراكميا، من 11 عمل 14 نقطة وستيل في المركز الأخير. الحزم يعني خسر من النصر، من الطائي، من التعاون، من الأهلي، غير أنه سلسلة خسائر قبل كده يعني خلته في وضع غريب جدا جدا. عشان كده هو المفروض كان يعني عشان يتجاوز منطقة الهبوط والخطر لازم ينتصر في المباراة دي، فدخل المباراة دي على أساس أنه لازم يكسبها، لازم يكسبها. أنا في تصوري للموضوع ده يعني، برغم أنه المباراة كانت على الورق مضمونة للرايد، بالذات أنه الرايد بيطمح في أنه يخش في المراكز اللي بتمثل آسيويا، خصوصا أنه الآن في المركز الثامن ب 24 نقطة. لو كان انتصر كان من 27 نقطة حيتجاوز الفيحة، ياخذ المركز السادس محل الفيحة. نعم. الفيحة ب 25 نقطة. لكن دائما زي ما قال مدسر انه الرايد يعني بيصر مع الفرق القوية الكبيرة بمستوى جاد جدا جدا، وبيصر بمستوى كويس، وبيقدم مردود جميل جدا ومسؤول، بيلعب يعني مسؤولية وانضباط، عكس مباراة الحزم. يعني ما اعرف هل هو تهاون لعيبه بحيث انه المباراه مضمونه النقاط فتخسر المباراه، لكن بقت بادره خير للحزم في انه يحسن من موقفه النقطي ويطلع لقدام شويه. طيب جميل.